السلام عليكم أعزائي الطلبة والطالبات، أهلا بكم. النهاردة مع كيف تحصل على الدرجة النهائية في سؤال الترجمة في الثانوية العامة. ببساطة وبوضوح أعطيك 6 مؤشرات أو 6 خطوات، إذا عملتهم هتجيب الدرجة النهائية إن شاء الله. بعطيك الأداة اللي هتاخد بها الدرجة النهائية بصرف النظر عن إن أنت تحفظ نص معين، هي تتوقع نص مثلا يجي لك عن COVID-19 current events، عن الأحداث الجارية. لا، أنا بديك الأداة اللي هتجيب بيها الدرجة النهائية بشكل بسيط. أول حاجة، ما يكون عندي نص باللغة الإنجليزية مثلا أو باللغة العربية، أول حاجة لازم أعرف زمن النص ده بيتكلم فيه. ببساطة أحدد الزمن، to determine or specify the tense, which tense is the text in. أي نص، زمن النص إيه هو؟ مستقبل، ماضي أو مضارع. حددت الزمن، بعد كده أشوف السياق. لازم أقرأ قطعة مثلا، ولتكن دي كده، أقرأها كلها على بعضها. أول يعني motherhood is the one of the most challenging and creative jobs anyone can do. It is a job of bringing up new generations that are to lead the movement of life in the future. قريتها، اقراها مره واثنين. كل ده مثلا ما ياخدش 10 ثواني، تحديد الزمن ما ياخدش 10 ثواني، سياق الكلام مثلا قول 20 ثانيه. بعد كده ابتدي اعملها to divide the passage or the text into segments، اقسمه الى مقاطع، into pieces big pieces او into sentences، اقسمه الى ايه؟ الى جمل. يعني هنا لحد النقطة دي complete meaning، جملة تامة، اقف عندها، احط فواصل انا كده، ممكن فواصل وهمية او فواصل على الورقة. وبعد كده الجملة التانية دي، انا عندي جملة دي كده let's highlighted، خلينا نبرزها كده او نظللها، ودي نبرزها مثلا بلون تاني علشان نوضح. يبقى انا عندي 2 sentences at most. I will have 2 sentences to translate them from English into Arabic. بعد تقسيم النص احط ترتيب الكلمات اللي هو السنتاكس. لازم اكون عارف السنتاكس، يعني ما ينفعش اقول شجاع الولد، الولد شجاع، يعني ما ينفعش اقول جديد سياره، لا، سياره جديد. ترتيب الكلمات، فاعل، بعد كده الفعل، بعد كده الكومبلمنت المكمل. لو عندي سؤال اداه الاستفهام، السبجكت الفاعل، بعد كده الفعل العادي، بعد كده كومبلمنت، اوكي، بعد كده المفعول او المكمل. طبعا لازم يكون عندي حصيله لغويه. زي ما قلت انا ما بركزش ان انت تحفظ مثلا حاجه، يقول لك احنا مثلا current events الوقت اللي هي COVID-19. لازم يكون عندي الكلمات او المفردات الفوكابس of current events للاحداث الجاريه بس. COVID-19 pandemic يعني جائحه، epidemic يعني وباء، vaccine تطعيم، في كاس العالم شغال، يبقى احفظ كلمات رياضيه مثلا. في الحدث الجاري بحفظ الكلمات بس، انما ما اتجهش ان انا احفظ النص. دي طريقه انا بسميها stupid method to teach English translation، طريقه غبيه في تدريس اللغه الانجليزيه. دي الاداه اللي تترجم بها، والطريقه احسن ما تقعد تحفظ نص. ما نفترض النص ما جالكش، طبعا هتبقى تدخل في حيز. مهم جدا ان الترجمه ذوق وفن، لازم تحط اسلوبك انت في الترجمه، ولازم تتاكد ان الترجمه ذوق وفن في الاخر، ولازم يبقى ليك ستايل مثلا معين في الترجمه. You must be much more flexible while you are translating، لازم يبقى انت اكثر مرونه، وعندك اكثر مرونه وانت بتترجم، زي ما هنشوفها دلوقتي. Let's start translating immediately، تعالوا نبدا في الترجمه على الفور. تعالوا let's make font larger، خلينا نكبر. Motherhood is the one of the most challenging and creative jobs anyone can do. طبعا في الجملة اللي فيها verb to be لازم أبدأ بالاسم، لكن يستحسن إن أنت تبدأ بالفعل وأنت بتترجم من إنجليزي لعربي. لكن فيها verb to be يبقى لازم أبدأ بالاسم. Motherhood، mother يعني أم، motherhood طبعا إحنا عارفين كلمة hood بتضاف لي بعض الكلمات عشان أجيب منها الحاجة الكبيرة، يعني أم الأمومة، brother أخ، brotherhood الأخوة، neighbor guard neighborhood الجيرة أو الحي. لو الاسم مثلا يعني الأمومة أكون أكثر مثلا بلاغة، much more eloquent، وأحط إن مثلا، إن الأمومة. is one of the most، طبعا most بتترجم أكثر أو أعظم. the one يعني واحدة، of the most challenging، طبعا challenge يعني يتحدى، challenging صفة يعني هنا تحديا، creative جيمين كرييشن او كرييت يبتكر او يبدع. جوبس الوظائف، anyone can do، هنا طبعا مقارنه ما بين الامومه وما بين اي شيء او اي وظيفه الانسان بيعملها، تمام. هي طبعا شيء اعظم، much more challenging and creative، شيء اكثر تحديا واكثر ابداعا. ان الامومه فيرب تو بي مستتر في اللغه العربيه، ما اقولش ان الامومه هي،
خطأ. It's not eloquent. مش فصيح أو مش بليغ. بحذفه verb to be، بحذفه ما بكتبوش، لا بكتب تكون ولا هو ولا هي ولا الكلام ده. إن الأمومة واحدة من، طبعا one of the most، أكثر، أو أنا شايف إن أعظم. أنت اختار، لازم يكون لك رأي ولازم يكون لك اختيار وتوفق الكلمات. إن الأمومة واحدة من أكثر أو من أعظم، واحدة من أكثر أو أعظم الوظائف، ولازم إن أنا أبعد عن الترجمة الحرفية. ممكن أقول تحديا وإبداعا، شوف بقى المرونة اللي بكلمك عليها، تحديا وإبداعا، تمام، التي يمكن أن أو ممكن لأي، طبعا anyone، لأي شخص القيام بها أو أن يقوم بها، أو لأي شخص هنا دي المرونة اللي بقول لك عليها، القيام بها. زي كده باك سلاش ده. إن الأمومة واحدة من أكثر أو أعظم الوظائف تحديا، سوري هنا، تحديا وإبداعا، التي يمكن لأي شخص القيام بها أو أن يقوم بها. شايف إن هي فيها شيء مش مظبوط، ممكن أطورها أو أعدل فيها بشكل أفضل. إن الأمومة واحدة من أعظم الوظائف التي يمكن أن أو ممكن لأي شخص القيام بها تحديا وإبداعا. هنا بقى المرونة وهنا الذوق والفن. إن الأمومة واحدة من أعظم الوظائف التي يمكن لأي شخص القيام بها تحديا وإبداعا. يبقى كده الجملة دي خلاص it is done, it is completely done, perfectly done. عملناها بشكل رائع وبشكل جميل، وصلنا إلى تصور أو إلى أسلوب أفضل جمالا وأوضح. To move to the next sentence أو next section، الجملة الثانية أو القسم الثاني أو next segment. It is a job. It هنا it طبعا subject pronoun refers to the motherhood. It هنا خلي بالك من الضمائر، طبعا مش هقعد اقول لك motherhood 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 ويكررها، لكن هيشيل الاسم وبعد كده يحط ضمير. It is a job of bringing، هي وظيفة. Bringing up طبعا تربية. انتبه دايما، be careful of phrasal verbs. يعني bring لوحدها يعني يحضر، لكن if we add up to it معناها بيكون معناها تربية. Okay. New generations اللي هي أجيال. There are two lead. Lead جامل leader. عشان تقول movement of life in the future. Movement يعني حركة من الفعل move. ندخل في الجملة الثانية ونترجمها بشكل أبسط. هنا it is the job. ممكن نبدأ نقول مثلا ما بتربط بين الجملتين مثلا استخدم فا. فهي. Okay. اللي هي الأمومة هنا. مهمة. تمام. تربية. It's a job. هنا ترجمناها فهي مهمة، أو هنا وظيفة. طبعا ما ينفعش أقول على الأمومة وظيفة، ترجمتها الحرفية literally معناها وظيفة، لكن أنا أسميها task هنا مهمة، تبقى أكثر جمالا خصوصا أنها تناسب الأمومة. فهي مهمة تربية أجيال جديدة، اللي هي new generations، تربية أجيال جديدة تقود حركة movement of life، حركة الحياة في المستقبل. كده احنا ترجمنا الجملة، وصلنا لصيغة جميلة جدا. نقرأ النص تاني. Motherhood is the one of the most challenging and creative jobs anyone can do. ولاحظ هنا احنا بنتكلم في المضارع، لأنه هنا is مضارع present simple. هنا أيضا is refers to the present simple. Are also present simple. إن الأمومة واحدة من أعظم الوظائف التي يمكن لأي شخص القيام بها تحديا وإبداعا. فهي مهمة تربية أجيال جديدة تقود حركة الحياة في المستقبل. تعالوا إن احنا نعمل دي كده، نخليها نشطبها، تمام كده، عشان دي درافت مسودة. احنا كده ترجمنا بشكل بسيط. تعالوا نشوف ترجمة من العربي للإنجليزي علشان يبقى احنا كده حلينا
مسألة الترجمة من عربي إنجليزي أو من إنجليزي العربي بشكل بسيط. من الضروري أن نربي جيلاً قوياً على دراية بمشكلات بلاده وكيفية حلها. من الضروري طبعاً it is necessary نربي to bring up، احنا خدناها bring up التربية، جيل generation strong generation. طبعا هنا الاسم بيجي في العربي وبعد كده الصفة، لا في اللغة الانجليزية اقول strong generation على دراية طبعا مثلا that is aware of، يعني داري بمشكلات problems بلاده، مثلا his country his state وكيفية حلها and how to solve them مشكلاتنا. الأجيال القادمة upcoming generation or the future generation، ما ينفعش أقول next upcoming generation أو future generation، الأجيال المستقبلية والأجيال القادمة ستحمل هنا بير يحمل مسؤولية responsibility، near future المستقبل القريب، علينا أن نعدهم. أنا شفت أنا بسرعة كده الزمن، حددت الزمن وحددت السياق كده وقريت القطعة ككل. انا بوريك ترجمتي لايف عشان تترجم زي عشان تاخد الدرجه النهائيه. اوكي، شفت الزمن، بعد كده شفت السياق، بعد كده اقسم القطعه الى مثلا جمل او الى فواصل كده بسيطه. اهو ادي واحده ترجمها لحد كده، اعتبرها ان هي بس دي لوحدها. فالاجيال القادمه لحد هنا عند السيجمنت ده او السيكشن ده، خلينا نضع كلر. بعد كده علينا أن نعدهم جيدا لتلك المسؤولية another different highlight. تمام، تعالوا نبدأ نترجم. من الضروري it is necessary، واضحة خالص it is so simple to translate it. هنا it is necessary. It is necessary ضروري. بعد منها أن دائما بترجم to، أن ربي to bring up جيلا قويا، a strong زي ما قلنا إن الصفة بتيجي قبل الموصوف strong هنا قوي generation، أن ربي جيلا قويا الذي يكون على دراية لكن محذوفة في اللغة العربية للبلاغة that هنا that it refers to the strong generation. That is طبعا generation مفرد، لازم عندي subject verb agreement. That is إنما generations are. That is على دراية، aware of على دراية أو واعي بي. Countries problems، واعي بمشاكل وطنه وبلاده. مش بس كده and how to solve how to solve them. Object pronoun هنا them لأنه it refers to problems. جمع يبقى لازم هنا them، لو مفرد يبقى it. Okay. بعد كده next step الجملة الثانية ترجمناها هنا بشكل perfectly أتوقع expect that. بعد كده فالأجيال القادمة هي من ستحمل مسؤولية الوطن في المستقبل القريب. أبتدي أقول future جملة جديدة future generations. الأجيال القادمة will هنا سوف زمن الجملة هنا مستقبل will bear أحمل مسؤولية the responsibility مسؤولية الوطن of the homeland طبعا الوطن in the near future في المستقبل القريب. تمام، احنا هنا عملنا هنا الجملة في present simple لأن هنا الجملة بتشير present simple. تمام، هنا عملناها في future simple لأنها هنا it refers to the future simple. تمام، future generations will bear the responsibility of the homeland in the near future. Last sentence or last section of our translation from Arabic into English is وعلينا أن نعدهم جيدا لتلك المسؤولية الكبيرة. يعد حد prepare، واضحة هنا طبعا وعلينا احيانا تترجم should واحيانا اذا كان فيها ضرورة او تترجم ايه must. هنا احنا طبعا لان ضرورة تربية الاجيال دي حاجة حتمية inevitable thing so we will select must instead of should، هنستخدم او هنختار must بدلا من should. علينا ان نعدهم جيدا and we must prepare
هنا الضمير them اللي هم future generations. اوكي، عشان كده خدنا object plural object pronoun. We must prepare them well، نعدهم جيدا for. ليه هنا دايما حرف ال لين كده يعني for، لأجل. For that great، اوكي ما تترجمش كبير هنا معناها big، لا هنا great يعني المسؤولية كبيرة، كبيرة الشأن، عظيمة. great responsibility. هنا we have finished translating perfectly the text from the origin text into English. نقلناه من نصه الأصلي بالضبط exactly the same without any difference، بدون أي اختلاف، from the origin text into the English text، للنص الإنجليزية. بتوقع أن أنتوا بعد الفيديو ده إن شاء الله هتجيبوا درجة نهائية في الترجمة بشكل بسيط. خد أداة دايما، خد أداة بدل ما تحفظ نص أو تحفظ حاجة على الأحداث الجارية، احفظ بس الكلمات على الأحداث الجارية، لكن تعلم إزاي تترجم بشكل بسيط. ده اللي هيفيدك فيما بعد. You have to look to the future، لازم تجهز نفسك وتعد نفسك للمستقبل. يبقى معاك أداة تترجم بها، إزاي تعرف تترجم، إزاي تعرف ترتب الكلمات، إزاي تدور على زمن الجمل، النص وسياقه، وتقسم النص لو كان طويل، وما تخافش احفظ كلمات على قد ما تقدر. أنت عايز طول السنة بتحفظ، وفي الآخر الترجمة ذوق وفن. بتمنى لكم التوفيق، تحياتي لكم، سلام عليكم.